أكثر شخص أثر فيني هو شخص كانت قدمه مهددة بالبتر، فحاولت تابع حالته المرضية إن كان تمريضياً وحتى إن كان دوائياً. الأطباء ما كانوا كثير متحمسين يعني، فلكن أصريت أنا، والحمد لله يعني خلال 3 شهور قدر يتجاوز المحنة وطابت قدمه. وبعد ما كانت مهددة بالبتر، أنا اللي كان يكفيني فقط نظرات الشكر اللي كانت تطلع من عيونه وتوصل لقلبي مباشرة. بذكر أحد المصابين اللي كنت عم أتعامل معهم، طبعا كان طفل في عنده بتر بالقدم اليمين. هذا الطفل بحاجة عناية بشكل كثير كبير. مجرد أنه انتهى من علاجه وبدأ علاجه الفيزيائي، ففعليا أنا كانت فرحتي بتوازي تعليم بالأكاديمية. من أكثر كمان المواقف اللي أثرت فيني هو أول خطوة لأول طفل مشي وقت اللي أنا شاركت بتركيب طرف صناعي له. يعني هذا الطفل أول مرة بشوفه كتير كان حالته النفسية كانت كتير تعبانة. أنا رام الحاج علي، عمري 22 سنة، من الغوطة الشرقية. سابقاً كنت طالبة في تخصص الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية في أكاديمية شام للعلوم الطبية. اسمي محمد الأكرم، عمري 25 سنة، خريج أكاديمية شام للعلوم الطبية قسم الصيدلة. اسمي محمد عبد الهادي، سوري من الغوطة الشرقية، عمري 23، درست تمريض أكاديمية شام. ببداية 2012 استشهد والدي بالقصف، هالشي ترك فراغ كبير بنفسيتي يعني، فمضيت سنة كانت صعبة جدا. أثناء تدريسي بأحد المدارس، أنا وطالع من المدرسة لقيت ورقة مكتوبة عليها تعلن أكاديمية شام للعلوم الطبية عن افتتاحها، فرحت للأكاديمية. بصراحة لما كنت صغيرة كنت أحلم أن أكون عالمة بمجال علم الفضاء، ولكن بعد بداية الثورة السورية رحت بمنحة تاني أثر فيني بشكل كتير كبير، قلة الكوادر الطبية اللي كانت موجودة بالغوطة. بعد هالشي أنا حسيت أنه نحن كجيل جديد لازم نسد هي الثغرة اللي صارت. صعوبة الأوضاع والقصف اللي كان موجود منعني أن استمر بالدراسة. فترة من فترات الحصار، باللحظة اللي ما كان فيها أو الوقت اللي ما كان فيه حتى منشآت تعليمية، قامت سيما مع الكوادر الموجودة بالغوطة الشرقية بإنشاء أكاديمية شام للعلوم الطبية. حقيقة هذا الموضوع كان يعني فينا نقول عليه بقعة أمل لكثير من الشباب يلي مثلي اللي حابين يتابعوا دراستهم. بالبداية كانت الأكاديمية إمكانياتها متواضعة جدا يعني، بعدين مع الوقت بلشت الكوادر والعقول اللي كانت مغيبة تجي على الأكاديمية. كنا ناخذ طبعا قسمين، قسم علمي وقسم عملي. القسم العملي كان يتم ضمن مخابر، حاولت المنظمة توفر كثير من الآلات والمستلزمات المخابرية حتى يتم العمل ويتم التدريب بشكل جيد، وفعلا تم بشكل جيد. واقع الأكاديمية فوق توقعاتي، جودة التعليم كان فيها وكفاءة الخريجين اللي كانوا طالعين منها، ما بتتخيل انه طلعت من امكانات محدودة او من بيئة محاصرة، فالموضوع بصراحة كان بالنسبة لي هو شيء كتير عظيم. الكادر التدريسي اللي كان موجود ضمن الأكاديمية كان كادر عظيم، اقل ما يقال عنه انه عظيم. قبل الانضمام للأكاديمية تعتبر شخص انطوائي، بعد ما جيت على الأكاديمية تعرفت على شباب همه نفس همي، طموحاته نفس الطموحات، والمشاكل نفسها والظروف نفسها. قدرنا مع بعض نتواصل أكثر، نبتكر حلول، نعطي أفكار. إنه أنا صرت أشعر بأنه أنا عجد إنسانة قادرة على أنه أقدم شيء لخدمة المجتمعي. إنه أنت اليوم العلم اللي عم تتعلمه بالأكاديمية عم تقوم بالعمل فيه بالمشفى، وبالتالي أنت يعني عم تشوف التغيير بشكل يومي. المريض عم يشوف هذا التغيير عليك بشكل يومي، ارتفعت جودة العمل الطبي، الخدمات الصحية صارت أفضل يعني، هذا كله كان بيصب فينا نقول خدمة المجتمع، تطوير المجتمع، تطوير الجسم الصحي للناس. بعد ما تخرجنا بال 2017 كانت المنظمة اللي هي دعمت الأكاديمية ومنظمة سيما حريصة جدا إنه توظف الكوادر اللي هي اشتغلت عليهم واللي هي ساعدتهم. أعمل إنه أي شاب وشابة سورية موجودين إنه يحصلوا على نفس الفرصة اللي أنا حصلت عليها، اللي ساعدتني على إنه اكتشف أنا ذاتي، اكتشف طريق مستقبلي اللي أمشي فيه. رسالتي لكل شخص عم يشوفنا هلأ إنه أنت بتقدر تساعد، بتقدر تدعم. أنا بتمنى مثل هي الأعمال تستمر يعني، بتمنى لو إنه يكون في شيء مشابه لأكاديمية شام، شيء مستمر مثل أكاديمية شام، يلبي هي الإحتياجات، يلبي هذا النقص الموجود عند الناس.